عندي كام خبر سريعا جدا جدا علشان بعد الفاصل على طول هستقبل ضيفي. النهارده حضراتكم تابعتوا اكيد رد الفعل اللي جه من نادي سانت تيان والمتعلق باعتذاره لنادي الزمالك عن سوء الفهم فيما يتعلق بالكلام اللي اتقال. المهم كمان انه الزمالك رفض هذا الاعتذار رسميا وقال انه اعتذار غير كافي لانه مش اعتذار جاي من الميل الرسمي واعتذار جاي بورقة مرسلة. هكذا يرى الزمالك الأمر. حقيقة أنا بشوف اعتذار سانت تيان أما يكون في ورقة مرسلة أو من ميل رسمي أو أما يكون، إلا أنه مع الاختلاف بقى المصدر بتاعه إيه، لأنه بيؤكد مكانة نادي الزمالك وأنه رد فعل مجلس إدارة نادي الزمالك كان صحيحا حتى ولو كان هناك خطأ ما في الترجمة، حتى وإن كان في أي أمر من الأمور، إنما هذا بالضرورة يستدعي أنك تعرف أنه ده الحجم الطبيعي لنادي الزمالك، أنه ما يحصلش أي تجاوز، وأنه لو في سوء تفاهم الجانب الآخر لابد وأن يعي تماما حجم واسم ومكانة نادي الزمالك. الرفض اللي اتقال ده من اللجنة المكلفة بإدارة النادي ومن المكتب التنفيذي معناه أيضا أنه لحد دلوقتي الصفقة زي ما هي واقفة ومفيش أي حاجة ليها علاقة بفتح باب المفاوضات مرة أخرى مع نادي سانت تيان. مصطفى فتحي انضم النهاردة خلاص رسميا لسموحة بـ1.5 مليون على سبيل الإعارة. مصطفى فتحي واحد من اللاعبين المهمين جدا المميزين جدا اللي تقدر تقول عنده القدرة انه يرجع بشرط انه يركز ويلحق اللي فاضل. دايما في فرصة طالما انت موجود في الملعب. امتى الفرصة تبح منك خلاص؟ فرصة تبقى بح لما تركب الوزة وما تبقاش موجود في الملعب. طول ما انت موجود في الملعب، طول ما انت لسه مسيطر وطول ما انت لسه في فرصة. وأكم من لاعبين تخيلت الناس ان هم بطلوا خلاص او انتهوا او لكن قدروا ان هم يثبتوا ان هم قد المسؤولية ورجعوا تاني وتألقوا وكسروا الدنيا. وده اللي انا بأمل فيه في مصطفى فتحي الحياة، لانه انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وبحب كورته جدا وبستمتع بيه جدا جدا مع نادي الزمالك. وكنت اشوف انه الزمالك كان يقدر ياخد من مصطفى فتحي كتير جدا، مصطفى كان يقدر كمان يحط نفسه في حتة مختلفة تماما مع منتخبنا الوطني ايضا.